جمال كابتن عبد جلال من اول 10 دقايق في مباراه غينيا بدات الناس تنتقد تقلل كوميكس كل حاجه، وكانه المفروض يعمل كده فالاداء يتحول والنتائج تتحول والاداء يبقى جميل ونجيب 4 أو 5 أهداف في اول 10 دقايق. الناس تتعامل ازاي مع الكابتن ايهاب جلال، والكابتن ايهاب جلال محتاج ازاي يتعامل مع الفتره اللي جايه؟ طيب ناخد الناس الاول. احنا الجمهور عندنا بعد انتشار السوشيال ميديا الامور بقت صعبه جدا. لما تيجي تبص للتجربه كابتن ايهاب جلال، بغض النظر ان ده المعسكر الاول بغض النظر ان دي المباراه الاولى، كابتن ايهاب جلال درب المجموعه دي بعد ما اتجمعت من 72 ل 96 ساعه حسب وقت التجمع. طب اتكلم على 3 تمرينات لـ4 معظم اللعيبه اللي معاه. فمستحيل ان انا اقيم تجربه، حتى لو كنت نزلت قدمت اداء عظيم جدا وفزت بنتيجه كبيره، مستحيل كنت هدي له الكريدت. ما ينفعش لو كان عمل اداء رائع نقول كده خلاص الكابتن ايهاب جلال هو المدرب العظيم اللي اعظم واحد هيجي في تاريخ مصر، لان انا بتكلم على 3-4 أيام تدريب. صح. مستحيل ايا كان مين اسم المدرب كابتن ايهاب جلال او غيره في الفتره دي. ده رقم واحد. رقم اتنين، يمكن انا اختلف مع هوبا شويه في قصه هو هيشتغل ازاي. يمكن سالت السؤال ده بعد الماتش على طول، ورده شويه هيوديك هو هيشتغل ازاي. هو بادئ في التدريب في حاجه اسمها فانل تكنيك او اسلوب القمع. هو بادئ من الواسع. ايه الواسع؟ انه هو واخد نفس اللي عمله كيروش بنفس المجموعه بنفس العناصر في الوقت اللي هو مش هيقدر يقدم فيه اي حاجه جديده. هو الراجل نفسه بيقول الكلام ده، وده شيء من الواقعيه. انه انا ما عنديش وقت اقدم جديد في المباراتين الاولين اللي هو المعسكر الاولاني، ما عنديش وقت، انا محتاج اكسب، ده هيثبتني اكتر، ده هيقلل الضغوط عليا وهيخليني اشتغل. تيجي تتفرج على التشكيل بتاع المباراه الاولى هتلاقي العناصر اللي موجوده هي نفس العناصر اللي كان بيعتمد عليها كيروش، وده اللي وصل الناس للنقطه اللي انت قلتها في الاول. ايه الجديد؟ قدمنا ايه؟ عندنا مشاكل هجوميه. هو الراجل ده بيقول انا كورتي كذا وما قدمهاش. صح. وده مش هيحصل. الراجل سالته قلت له انه انت عندك في بعض اللاعبين بيعانوا من ارهاق شديد جدا خاصه عناصر النادي الاهلي، بنتكلم على ياسر، عمرو السوليه، حمدي فتحي، وده كان واضح جدا متاثرين في الملعب. لما نيجي نتكلم تكنيكال بقى ونتكلم على شويه حالات هربط لك هو ليه احنا تاثرنا دفاعا وهجوما وكان عندنا مشاكل كتير جدا، ده واحده من الاسباب. طب ما تيجي نبدا الحالات. يلا بينا. يلا بينا. قول لنا. احنا كان عندنا نقطتين مهمين جدا في المباراه، خليهم يكونوا العنوان والحالات كلها تندرج تحت العنوان. يلا. الحلقة الأولى والثانية والثالثة هتيجي تلاقينا دايما بنتكلم احنا بنبني ازاي. احنا عندنا مشكلة في اللينك اب. ليه؟ لأن بناء الهجمة في الأساس من الخط الخلفي فيه مشكلة. الاثنين اللي كانوا في الخط الخلفي ما بيبنوش كويس. سواء محمود حمدي الونش أو ياسر إبراهيم. نمشي نجيب الصورة اللي بعدها. هنيجي نتكلم انه انت دايما كان عندك خطوط مفصوله، وهو الراجل ما انكرش ده بعد المباراه. عنده خطوط مفصوله ليه؟ لانه اعتمد على 4-3-3 اللي كان عندنا فيها ازمه في وجود الثلاثي في وسط الملعب، عمرو السوليه، حمدي فتحي، وامام عاشور. الثلاثه دول ما فهمش حد قدر ان هو يعمل اللينك اب او الربط ما بين خط الوسط وخط الهجوم. فبقى عندك مجموعه في 3 في الخط الامامي وفي 3 في خط الوسط، ما فيش حد منهم قادر ان هو يعمل ده. مين دلوقتي لو نثبت هنا مين دلوقتي معاك كوره؟ محمد صلاح. فانت محمد صلاح كان بيضطر ينزل كل ده عشان ينزل يعمل اللونج باس اللي احنا ما بناخدهاش كالعاده. نجيب اللقطه اللي بعدها تلاقي الكره دي مسقطه في ظهر اللعيب رقم 6، راح لعمر مرموش اللي قلشت من على وش رجله وراح جنب العارضه. ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك انه انت اضطريت ان اهم لاعب عندك في الجزء الهجومي اللي المفروض توصل له الكوره. انت مش بس زي وقت كيروش لما كنا بنقول انه مش هيشتغل ان هو راجل فينيشر بس، لا هيساعد المجموعه. وابتدى يعمل ده في وقت كيروش محمد صلاح، لكن كان بيعمله منين؟ من الثلث الاخير للملعب. انت هنا بتتكلم محمد صلاح في نص ملعبنا، واقف في نص ملعبنا عشان ينزل يستلم الكره اللي بعد الحاله اللي بعديها. هتيجي تلاقي مين اللي بيعمل الدور ده؟ لانه حاول يستخدمه كابتن ايهاب جلال في المباراه دي عشان يعمل نفس الدور اللي بيعمله كان بيعمله مع شتوتجارت، هو عمر مرموش. عمر مرموش كان بينزل في وسط الملعب عشان يعمل الخلخله. ماشي الكادر اهو، ماشي الكادر ده مقفول شويه. هات الصوره اللي بعديها، هتلاقي ان عمر نازل تحت في وسط الملعب، ساب الانسايد علشان خاطر يفتح وينزل يستلم، لان انا مش عارف لعيبه الخط الخلفي ولعيبه خط الوسط مش عارفين يطلعوا بالكوره. في خطوط مفصوله. وخلي بالك في نقطه مهمه جدا، نوقف بس الحالات ونتكلم في النقطه دي ونرجع للحالات تاني. في نقطه مهمه جدا وانا بلعب منتخب غينيا، انا ما بقولش ان منتخب غينيا من منتخبات الصف الاول، لكن كواليتي اللعيبه في وسط الملعب، انا بتكلم على الياس موريبا فالنسيا، بتكلم على امادو ديوارا روما، بتكلم على نابي كايت،
بتتكلم على ثلاث لعيبه ليفربول وروما وفالنسيا والثلاثه بيلعبوا، فبتتكلم على كواليتي لعيبه في خط الوسط هو الخط الاميز. بقيه اللاعبين يا اما في فرق منتصف الجدول في اوروبا ويا اما في دوريات ضعيفه جدا يا اما في دوريات درجه ثانيه زي الدوري الفرنسي الدرجه الثانيه. فانت بتتكلم لما يكون عندك خط وسط بالقوه دي وتنزله بثلاثه لعيبه ما عندهمش القدره ان هم يهولدوا او يتراكوا الكوره بعد كده او يحطوا الكوره تحت رجليهم ويبتدوا يشتغلوا، ده اللي عمل لك المشكله والازمه كبيره جدا في بدايه المباراه.